Aujourd'hui, je vais expliquer verbe faire. Verbe faire. Verbe faire, troisième groupe. مجموعة ثالثة بمعنى يفعل. Je fais. Je fais. احنا خدنا لي برونوم بيرسونال الضمائر الشخصية. Je بمعنى أنا. Tu بمعنى أنت أو أنتي. Il بمعنى هو. Elle بمعنى هي. Nous بمعنى نحن. Vous بمعنى أنتم. Il بمعنى هم. Elle بمعنى هن. يبقى لي برونوم بيرسونال الضمائر الشخصية. Je, tu, il, elle, nous, vous, il avec s, elle avec s. Les conjugations du verbe faire, je fais, tu fais, il fait, elle fait, nous faisons, vous faites, vous faites, ils avec s font, ils font, elles avec s font, elles font. Autre fois, je fais, tu fais, il fait, elle fait, elle fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Exemple, je fais du tennis. هنا بمعنى يمارس لأنه مع إيه؟ مع الألعاب الرياضية. Je fais du tennis. أنا بمارس التنس. Elle fait de la natation. هي تمارس السباحة. Elle fait de la natation. Elle fait de la natation. السباحة. Natation. La natation. Féminin. السباحة. مؤنث. خدت أداة. Les articles. Définis. أداة المعرفة. La. Elle fait de la natation. De tennis. Tennis. التنس مذكر مسكولان بياخد أداة. دو elle fait de la natation. Ils font du foot. هم يمارسوا لعبة كرة القدم. يبقى احنا شرحنا دلوقتي verb faire بمعنى يفعل ومع الألعاب الرياضية بمعنى يمارس. ناخد عليه دلوقتي بقى example. Ajouter يعني نضيف لي terminations اللي هي النهايات. عندي أول جملة je verb faire مع je بيبقى ايه je fais يبقى انا هضيف ايه s je fais de la sieste je fais de la sieste. Numéro 2 nous faisons هضيف ايه o n s nous faisons مكان النقط لي بوين هضيف ايه او ان اس. سارة في اسم بنتي يبقى هيحل محلها ضمير ايه ال مؤنث. سارة في هضيف ايه تي. سارة في هضيف هنا تي. فو فت هضيف تي يو اس فت. Vous faites deux violons. يبقى numéro 1 هضيف ايه s. numéro 2 o n s. numéro 3 t. numéro 4 t u s. OK. هنكمل مع بعض. بوج 57 57 إكسبريسيون التعبير. كيل تومب في تيل أونيفير الجو عامل إزاي في الشتاء. كيل تومب في الأونيفير. كيل تومب
qu'il tombe fait il univers الجو عامل ازاي في فصل الشتاء ايفر يعني الشتاء ايماج نمرو 1 فصل الشتاء بيكون عامل ازاي لانه من ايماج نمرو 1 الجو بيكون بارد il fait froid الجو بيكون ايه بارد بارد froid f r o f r o i d هنكمل مع بعض يا أولاد. froid f r o i d باج نمرو ايماج نمرو 2 il pleut p l u u t pleut الجو بيكون ممطر il neige نيج الجو ثلج نيج ن U I G U N U I G U Qu'est-ce qu'on fait en hiver? ماذا نفعل في فصل الشتاء؟ إيماج نمرو 1 Les enfants au bonhomme de neige Les enfants fait بيعملوا إيه الولاد؟ يبقى On fabrique un bonhomme de neige On fabrique un bonhomme de neige بيصنعوا الأطفال بيصنعوا رجل الثلج لو رجعنا لباج 54 هنلاقي فيها الكلام ده باج 54 هنلاقي فيها مكتوب On fabrique un bonhomme de neige إيماج نمرو 2 On fait du ski بيعملوا إيه الولاد بيتزحلقوا على السلك On fait du ski إيماج نمرو 3 On joue avec les balles de neige بيلعبوا بكرات الثلج On joue avec les balles de neige Que portes-tu en hiver ماذا نرتدي في فصل الشتاء Que l'interrogation Les articles d'interrogation أداة استفهام بمعنى ماذا كي بورت تو اونيفير ماذا نرتدي في فصل الشتاء ايماج اون بورت ام بول اون بورت ام بول ام بوني دي بوت إن إشارب إيماج نمرو 1 ده صورة ولد هنقول الحاجات اللي بيرتديها إيه الولد أون بورد أن بول أنوغاك إيماج نمرو 2 البورد أمانتو دي بوت إن إشارب إمبوني يبقى الولد له لبس معين والبنت لها لبس معين لو غارسون
porte, le garçon porte un anorak, un anorak, un bol, les filles ou la fille, el bint, la fille porte un manteau, une écharpe, un bonnet, des boutes. J'expliquais l'orthographe sans, sans. L'orthographe, يعني الهجاء. كلمتين بنفس النطق. الفونيتيك بتاعهم صوتهم واحد بس كتابتهم مختلفة ومعناهم مختلف. Sans, sans, S-O-N-T, provenant du verbe être conjugué au présent de l'indicatif. يعني ايه الكلام ده؟ يعني sans دي تصريف verb être مع الضمير الثالث بلوريال. مع الضمير الثالث اللي هو الجمع il و al avec s. Ils sont, elles sont, les enfants sont, Lily et Paul sont. Il عرفنا pronom personnel pluriel ضمير شخصي جمع بمعنى هم. Ils sont, elles sont ضمير شخصي بمعنى هن pluriel. Les enfants الأطفال pluriel sont. ليلي إيبول إحنا عرفنا برضو اتفقنا أن اسم بنت واسم ولد بحطها جمع إيه مذكر ليلي إيبول سون يبقى سون تصريف verb être مع الضمير الثالث الجمع إل وأل avec أس إل سون أل سون سون الأس أو أن إي أنا adjective possessif صفة إشارة بتستخدم مع ضمير إل وأل singulier المفرد المفرد son إي أنا adjective possessif صفة إشارة utilisée بتستخدم avec إل وأل يبقى الفرق بين son و son son S-O-N-T ده verb être مع التصريف الثالث الجمع إنما son اللي هي من غير تي الاس او ان ده صفة اشارة بتستخدم مع الضمير ال وال المفردين كومبلات بار سون سون هنكمل بواسطة سون اي سون ليلي اي سيمون ليلي اي سيمون بوا دون لو جاردان دون لو جاردان ليلي وسيمون بيكونوا في الحديقة بيكونوا ده تصريف فيرب اتري يبقى ايه S O N T. ليلي وسيمون ده جمع إيه مؤنث بعوض عنهم بالضمير ال أفيك S. هحط هنا إيه son S O N T. ليلي إي سيمون son S O N T. dans le jardin. dans le jardin. يبقى أنا هكتب هنا إيه son S O N T أوكي نمرو دو فادي في فادي في point d'ivoire فادي بيعمل واجبه 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 يبقى أنا هعملها هكتب إيه son S O S O S O N أوكي يبقى فادي في son devoir فادي son devoir فادي في son devoir هنا صفة ملكية لأن فادي هنا إيه مفرد مذكر بنعوض عنه بالضمير إيه إلا نمرو تغوا إل أفيك أس إل في الجمع بوا جونتي 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 يبقى انا هكتب ايه S O N T S O N T son verb être مع البلوريال ils sont gentils هم بيكونوا مهذبين نمرو 3 نمرو 3 عليك ايه اكسكيوزي عليك نمرو 4 عليك ايه بيكو
بوان بير. أليك بيحب كثيرا والده. والده يبقى أنا هحط إيه؟ سون ولا سون؟ S O N ولا S O N T؟ سون تبقى إيه؟ S O N ضمير صفة إشارة. سون والده. سون بير. أليك أين بيكو سون بير. نمرو 5 ليزي ليف التلاميذ. بوان اون كلاس التلاميذ بيكونوا في الفصل. يبقى انا هحط ايه؟ تصريف فيرب اتر مع التروازيام جروب مع التروازيام بيرسون الضمير الشخصي الثالث اللي هو البلوريال. ليزي ليف سون. سون سون لاخرها ايه؟ تي تي. ليزي ليف سون اون كلاس. ليزي ليف سون اون كلاس. نمرو 6 رامي جو افيك. رامي بيلعب مع بوان شيان ميشو. رامي بيلعب مع كلبه ميشو. سون 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 اس او ان سون. نمرو 7 المي المي لوكايي. دون المي هي وضعت لوكايي القراصة دون في بوان كارتابل في حقيبتها. سون كارتابل سون كارتابل اس او ان سون كارتابل. نمرو 8 الا هم بوان مالاد. يبقى على طول الضمير موجود مش وراه فيرب يبقى انا هحط ايه؟ فيرب اتر مع التروازيام جروب مع التروازيام بيرسون بيرسونال. إل سون إل سون هم بيكونوا مرضى. هم بيكونوا مرضى. ما مير فا ا بوان ترافاي. ماما ذهبت إلى عملها. سون ترافاي سون ترافاي. ميزامي نمرو 10 سؤال رقم 10 ميزامي أصدقائي بيكونوا. أصدقائي بيكونوا verb être sont s o n t sont dans la cour. dans la cour بيكونوا في إيه؟ في الحوش أو الفناء. ميزامي sont dans la cour. يبقى احنا خدنا دلوقتي يا أولاد الفرق ما بين sont و sont. سون لاخرها تي ده تصريف فيرب اتر مع البلوريال مع الجمع الال والال افيك اس. اما سون اللي هي اس او ان صفه اشاره بتستخدم مع الضمير المفرد ال وال هو وهي. اوكي يا رب نكون فهمنا. اوغوفوار ميزي ليف.